النهارده بقى عندنا ايه؟ عندنا اولى المفاجآت اللي دايما بنعملها لحضراتكم كل يوم، مفاجأة او مفاجأتين على حسب اللي بيجي لنا من ارض المونديال. النهارده عندنا واحد من نجوم الدفاع في النادي الاهلي، ياسر ابراهيم، في لقاء خاص مع موفد قناة النادي الاهلي امير هشام. هنشوف هيقول لنا ايه وهنرجع نعلق على هذا الكلام. معايا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ساهموا بشكل كبير جدا في وصول الفريق للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي، وهو ياسر ابراهيم. يا ياسر، برحب بيك في البدايه ومنور شاشه قناه الاهلي. حبيبي برحب بيك طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا دلوقتي اعتبر في محفل اي لعيب في العالم يتمنى ان هو يكون فيه. مبسوط طبعا، وفي نفس الوقت علينا مسؤوليه كبيره ان احنا جايين بنمثل النادي الاهلي ومصر طبعا، جمهور النادي الاهلي في كل حته. فباذن الله نعمل حاجه هنا تليق باسم مصر وباسم النادي الاهلي ان شاء الله. اجواء مختلفه، اجواء كاس العالم بكل تاكيد، بطوله كبيره، بطوله عالميه بتضم فرق رائعه، افضل فرق في العالم. بتشوف ازاي المشاركه في حد ذاتها في البطوله دي مع النادي الاهلي؟ طبعا اجواء مختلفه طبعا. انت جاي هنا بطل افريقيا، بتمثل مصر كلها، بتلعب بقى، بتشوف خلاص انت داخل على اول مباراه الافتتاحيه لينا احنا، بنلعب الدحيل القطري، فريق محترم، فريق كويس، بنذاكره كلنا دلوقتي كلاعيبه وجهاز فني كلنا مع بعض. فباذن الله كده نقدر نذاكره كويس وننزل باذن الله نطبق المستر بيتش بيقول لنا عليه ونقدر نطلع بالمباراه ان شاء الله. عشان اقفل ملف كاس العالم، فبالتالي اول ما وصلته هنا وانا ببقى حريص جدا ان اسال كل واحد من لاعبي النادي الاهلي السؤال ده: جمهور النادي الاهلي اللي شفتوه هنا واللي حياكوا بشكل كبير واللي استقبلكوا بشكل اكثر من رائع، احكي لي شعورك واحساسك ساعه اللحظات دي تحديدا. هي مش لحظات، هي بالعكس حوالي بتاع نص ساعه من المطار اللي هنا الجمهور معاكم لغايه لما وصلتوا قدام الفندق. طبعا ده حاجه احنا اعتدنا عليها من جمهور النادي الاهلي، في كل حته بنروحها لازم نلاقي جمهور النادي الاهلي في ظهرنا، وده هو السر في كل الفوز والبطولات للنادي الاهلي. فطبعا دول في ظهرنا على طول، وباذن الله نقدر نفرحهم كده دايما ويفضلوا في ظهرنا على طول، نقدر نعمل لهم حاجات تليق بيهم ان شاء الله كده، وباذن الله نقدر نفرحهم في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع بقى لورا شويه، وانا بحب بصراحه الكواليس يعني، فانا عايزك تحكي لي كده كواليس نهائي دوري ابطال افريقيا امام نادي الزمالك، المباراه المثيره، المباراه الدراميه الكبيره جدا اللي فرح من خلالها جمهور النادي الاهلي. ازاي اتعاملتوا في هذه المباراه؟ ازاي قدرتوا ان انتوا تحافظوا على الاتزان والثبات بالنسبه لكم في كيفيه تحقيق الهدف والوصول للبطوله واللقب نفسه؟ الكواليس اللي في الملعب، جون قفشه، اتعاملت معاه ازاي؟ اول المباراه دي عمرها ما تتنسي خالص. دي من اصعب المباريات اللي الواحد واجهها. طبعا فريق الزمالك كان سكواد كامل، فريق محترم طبعا لكل التقدير طبعا، بس احنا كلعيبه لا، احنا كان شغلنا الشاغل هو البطوله. انا مش عايز ادائي يبقى كويس، مش عايز ادائي يبقى انا مثلا رقم واحد في الفرقه، لا خالص. انا بفكر ازاي اطلع بالماتش ده كسبان بغض النظر بقى الاداء. التاريخ ما بيذكرش اداء، التاريخ بيذكر بطوله. والاهلي في المباراه دي بالمناسبه، عشان الناس بتحاول تتصور الصوره بشكل مختلف ان الاهلي كان سيء جدا، لا، الاهلي فترات كبيره في المباراه كان مستحوذ على الكوره وكان اقرب وفي فرص كتير ضاعت، ابرزها كره حسين الشحاتي كانت تخلص الماتش مثلا. فالاهلي ادى برده مباراه كبيره. طبعا الاهلي قدم مباراه كبيره طبعا. لا احنا لو ما قدمناش مباراه كبيره طبعا ما كناش كسبنا. بس احنا بنقول يعني احنا كل المجتهد النصيب بكل تاكيد طبعا، والتوفيق ما بيروحش الا للمجتهد طبعا. لا احنا اجتهدنا كلنا يعني، مش الاجتهاد ده ما بيجيش في يوم الماتش في الملعب، لا احنا من بعد وصلنا للفاينل على طول، من ماتش السيمي فاينل والزمالك وصل معانا فاينل، احنا خلاص كلنا قفلنا على نفسنا، مفيش حاجه على السوشيال ميديا، اللعيبه كلها قفلت على نفسها كويس، تمرين، اكل، نوم، تركيز، مذاكره للماتش ده، خلاص هو خلاص احنا داخلين النهائي ده ان شاء الله يا رجاله باذن الله، يعني ربنا معانا والتوفيق وهنكسب الماتش ده. لا الاجواء بقى طبعا في الماتش دي، لا ده في اجواء كتيره حصلت. ابرز بقى الاجواء دي، ابرز الكواليس، قول لنا كده. ابرز الكواليس لما كره حسين الشحات جت في العارضه، فايمن انا 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 كنت من جوايا في حاجه مش طبيعيه، وايمن عمال متعصب وايه ده متعصب، فمش هينفع اكون انا من جوايا متعصب جدا، بس رحت لايمن قلت له اهدى يا ايمن، والله ربنا شايل لنا في الاخر ان شاء الله وهنكسب. قبل ما قفشه يجيب الجون بخمس دقائق نديت عليه، قلت له قفشه انت لعيب كبير، والله انت اللي هتكسبنا. قلت لقفشه كده قبل الجون بخمس دقائق؟ قفشه طلع قالها اصلا، قلت له انت لعيب كبير وان شاء الله والله انت اللي هتكسبنا، خليك عندك ثقه انت اللي هتكسبنا. وفعلا الحمد لله ربنا حط في رجلي الامل اللي هو يجيب لنا البطوله ان شاء الله. اللحظات بتاعت الجون دي
يعني ما كنتش عارف انا بعمل ايه بصراحه يعني. يعني لقيت ليك صوره مشهوره على السوشيال ميديا الناس كلها بتتكلم عنها في الحقيقه، الصرخه بتاعتك بعد الجون بعد ما رحت احتفلت مع قفشه، كنت تفكر في ايه ساعتها؟ ايه اللي كان في دماغك؟ ايه اللي كان في بالك؟ ده كان في حمل غير طبيعي، عارف انت اكنك شايل جبل كده وبينزل من عليك كده وانت بقيت بتطلع فوق، هو ده اللي انا كنت حاسس بيه، كنتش حاسس بالفرحه الهستيريه دي لا طبعا. وفي نفس الوقت بفكر في العشر دقايق اللي كانوا ناقصين دول، كتير طبعا يعني حوالي ربع ساعه، فده مباراه لوحدها، تركيز 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 مليون المية يعني. كانوا عشر دقايق بعد الجون بتاع قفشة بالوقت بدل الضايع على طول، 10 دقايق. فلا كنا مركزين فيها يا جماعة، بعد ما جبنا الجون اتكلمنا مع بعض وقبل ما الزمالك سنتر طبعا، يا جماعة نركز دلوقتي مليون المية 200%، خلاص ربنا ادانا فرصة تانية ونعمة فان شاء الله نقدر نطلع بيها، وكنا ممكن نجيب التالت على فكرة لو في شوية تركيز كمان، بس الحمد لله يعني قدرنا نطلع بالماتش وفرحنا الجمهور. الأهم ان احنا هنا في كاس العالم للانديه، بالتالي خلاص ده كان ماضي. كنا حابين نحكي بس شويه الكواليس اللي بتتعلق بياسر في مباراه نهائي القرن، لكن خلاص الاهلي سمه رئيسيه عنده ان هو اللي فات بيقفل عليه سواء ايجابي او سلبي، بيفكر في اللي جاي، اللي جاي واللي قدامنا كاس العالم للانديه. بالتالي رسالتك لجمهور النادي الاهلي اللي منتظر منكم يعني اداء جيد باذن الله في هذه البطوله الصعبه بكل تاكيد. هو ده النادي الاهلي فعلا، بعد ما خدنا البطوله بعديها فرحنا شويه وقفلنا الصفحه وركزنا في الدوري، وخلاص احنا دلوقتي في كاس العالم باذن الله نقدر نركز فيها بشكل كويس في مباراه الدحيل. زي ما قلت لك في الاول بنذاكر الفرقه كويس باذن الله، نشوف مفاتيح لعبهم ايه والخطوره بتاعتهم ايه وقوه الضعف وقوه بنذاكرهم كويس ونطبق في الملعب في التمرين ان شاء الله، وباذن الله نقدر نعدي اول ماتش ان شاء الله باذن الله. طول ما انتوا في ظهرنا كده ودعمكم لينا على طول باذن الله نقدر نفرحكم بالبطولات ان شاء الله.